يقول: حكم الاحتفال بالمولد النبوي. الاحتفال بالمولد يعني هو الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، أمر طيب جدا الإنسان يحتفل بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن تبقى القضية متى نحتفل به. المفروض بالمسلم أنه يحتفل بالنبي كل يوم، مثل عيد الأم الآن، يقول 21 مارس 21 ولا 23 21 ها 21 مارس 3. احنا عندنا لا، عيد الأم كل يوم، كل يوم لها عيد، يجب أن يكون لها عيد كل يوم. وكذلك الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يكون كل يوم يحتفل بهذا النبي الكريم، لا نحدد يوما معينا نحتفل فيه بالنبي ونهتم به بالنبي ونذكر آثار النبي ونعرف الناس بالنبي، لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسلم يحتفل به في كل يوم، كل يوم يذكر هذا النبي، كل يوم يقرأ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم يدعو الناس إلى متابعة هذا النبي، وهكذا. فليس لنا يوم معين نحتفل به بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قاعدة: لو كان خيرا لسبقونا إليه. لسنا يعني أكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ولسنا أكثر حبا للنبي من التابعين، ولسنا أكثر حبا للنبي من الأئمة المتبوعين، ما نقل عن أحد منهم أبدا، لا عن الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا الأئمة المتبوعين، لا عن الإمام أبي حنيفة ولا عن الإمام مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا سفيان الثوري ولا الزهري ولا البخاري ولا مسلم ولا عروة ولا سفيان الثوري ولا الأوزاعي. من القدوة غير هؤلاء؟ هؤلاء قدوتنا، ولا ابن حجر ولا الذهبي ولا ابن كثير ولا ابن تيمية ولا ابن عبد البر ولا الخطيب البغدادي، من بقي؟ من علماء المسلمين من سلفنا الصالح من القرن الثامن وانت نازل احتفل بهذا المولد؟ هم قدوتنا، لم ينقل عنهم شيء من ذلك. ثم كذلك نحن نؤمن يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل لنا الدين، يقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يباعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. ما أمر أن نحتفل بيوم مولده أبدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما نص أهل العلم في كتب الفقه على يوم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وزيادة على ذلك، وهي مسألة تغيب عن الكثيرين، ارجع إلى كتب السيرة، لا يعلم متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم على اليقين والقطع، لا يعلم متى ولد. نعم الأكثر على أنه في 12 من ربيع الأول عام الفيل، لكن تعال يقين، لا ليس يقينا، هناك من يقول في 18، هناك من يقول في رمضان، هناك من يقول في شعبان، ما في قطع على هذا الأمر، لأنه في تلك الفترة لم يكن نبيا حتى يهتم الناس بمولده متى ولد ومتى، ما يعرف الناس هذا، ولو كانوا يعرفون أنه نبي اهتموا بذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما عرف الناس أنه نبي بعد 40 من عمره، لذلك صار الاهتمام بعد ذلك بأحواله وأقواله صلى الله عليه وسلم. وعندما تقرأ أي كتاب من كتب السيرة، شوف الفترة المكية كم مدتها من الكتاب، كم تأخذ من الكتاب، شوف الفترة المدينة كم تأخذ من الكتاب، لأن الفترة المكية كانت يعني غير يعني مروية كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والغريب أنه بإجماع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في 12 من ربيع الأول صلى الله عليه وسلم، بالإجماع توفي في 12 من ربيع الأول. فنحن الآن نحتفل بموته ولا نحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم، كأننا فرحون بموته والعياذ بالله، لأن هذا بالاتفاق توفي في 12 من ربيع الأول، لكن باختلاف هل ولد في 12 من ربيع الأول أو لا. فلا شك ترك هذا هو الأصل، والعلم عند الله جل وعلا.